مرحبا، معكم وضاح جمعان. اليوم عندنا رسم جديد بالاوتوكاد. عندي هاي الرسمه رسمتها 3D، ومطلوب مني انا احولها الى ارسم الثلاث فيوز: المسقط الامامي، المسقط الجانبي، والمسقط الافقي الاعلى توب فيو، السايد فيو، والفرونت فيو. عملت المحاور انا هون بهالمكان، حارسم بهذا الجزء الفرونت فيو، بالجزء المقابل حارسم السايد فيو، والجزء اللي تحت حارسم التوب فيو. مبدئيا فت بالاوتوكاد، حطيت الشريط اللي قدامي شو منيو بار، حطيتها كانت هايد منيو بار، حطيتها شو منيو بار، بين هيدا الشريط. فوت فورمات يونتس، بتاكد انه عم بيشتغل مليمتر، انا عم بشتغل مليمتر صحيح. ثالث كمان بتاكد الطبقات، عملت طبقات، جهزت الطبقات، عملت طبقة اسمها أكس، نوع الخط أحمر، الخط متقطع سنتر، خط طبقة اسمها كونستركشن، لونت لون رصاصي غامق اللي هو هلأ هيدا رسمت المحاور بالكونستركشن، طبقة دم للقياسات، وطبقة فرونت فيو، سايد فيو، توب فيو. كل هالأشياء جهزتها. هلأ مبدئيا حروح على طبقة الفرونت فيو. بطبقة الفرونت فيو حارسم الواجهة الأمامية من هون. ليش اعتبرنا هاي الواجهة الأمامية؟ لأنها طول 175 بينما هون 100. اعتبرنا هاي الواجهة الأمامية لأنها هي كطول وكارتفاع، غير الواجهة الجانبية. اعتبرنا هاي الجانبية. طيب كيف بدنا نرسمها؟ عند ال 175 هيدا على الأكس موجودين، بياخد لاين بيجي من هون بقول له 175، أوكي، وبطلع طلوع فيه للخط بمقدار 25. هلا الشغلة البسيطة هون، المشكلة الصغيرة، انه غطى هذا الخط رصاصي عليه، في يعمل له رجوع للخلف، رجعه لهون لهالمكان. كمان عندي طلوع 100، ومع ال 100 باتجاه الزر، مع ال 100 عندي 50 لفوق، يعني 150. كيف 50؟ لانه هيدا الارك هون بطبيعة الحال اذا هي عرضة من هون لهون الدياميتر 100، فحيكون عندي لفوق الراديوس 50. فإذا بهالحالة حيكون عندي ارتفاع باتجاه الأعلى 150. بدي فوت لجوا بمقدار 45، بدي انزل نزول لتحت عند المسافة، أنا وصلت للقمة، انزل نزول لحد هيدا المسطح، بدي انزل 100، اوكي، وبدي فوت لجوا 125 ناقص 45 بيبقى لي 80، فوت 80، وهيدا الخط بوصله وصل بهالطريقة. رسمت أنا الخطوط العامة للفرونت فيو. هيدا الخط مغطي عليه، فيي هلا استغني عنه، رجعه لهون لتحت. فإذا هلا أنا خلصت الفرونت فيو، الشيء الظاهر من الفرونت فيو. هلا الشيء المخبى بالفرونت فيو عندي، مبدئيا عندي هاي الحفة أنا ما بشوفها إذا عم تفرج من هون، هي موجودة هون بهالمكان. فإذا أنا برسم خط مساعد بالبداية، وهيدا موجودة على بعد 40 من هيدا الخط المساعد اللي رسمته، بعمل offset على 40، جيبها 40 لهون. هيدا ديليت، هيدا بيجي بنقله ل، طب خليه بالفرونت فيو، بعطيه لون اصفر وبحطه نوع الخط داشد. انا محمل هيدا الخط اللي اسمه داشد، حطه داشد اللي هو البوانتيه او الهيدن لاين، هيدا نعتبره الهيدن لاين. كمان عندي انا هاي الحفة الموجودة بهيدا المكان، اكيد عم شوفها، ما عم شوفها الحفة الموجودة بهيدا المكان، ما عم شوفها، باخذ لاين من هيدا المكان بجيبها لهون، نفس الحالة السابقة، خليه بالفرونت فيو، بحطه لون أصفر وبعطيه لون داشت. طيب بعد في عندي الحفة هون لفوق، لأنه هيدي سماكتها 15، فإذا عندي حفة هون هيدن لاين على ال 15، فبعمل offset، بقول لي الديستانس للأوفست 15، بقول لي select object to offset، بعطيه هيدا لهون 15، وهيدا الخط نفس الحالة السابقة، بعطيه لون أصفر وبحطه داشت. يبقى عندي الترو الهول الموجودة هون، الثقب أو الهول. طيب هيدا وين موجود؟ موجود على بعد 42.5 من الحفة، السنتر اللي له على بعد 42.5. شو بعمل؟ بجيب للرسمة هون، بعمل offset من الحد الخارجي على 42.5، offset 42.5 42.5، enter لمين؟ لهيدا الخط، بجيبه لهون. فعليا على هيدا المستوى حيكون عندي الخط. في هيدا اخذ منه، روح الى طبقة الاكسات واخذ منه لاين من هالنقطة واطلع فيه شوي لفوق، هو فعليا بهالشكل حيكون.
هيدا الخط اللي هو هلأ السنتر بتاع الأكس جاي ورا الأنطرة بشوي. هلأ عندي هوني مثلا هيدا فينا عملنا أوفسيت عليه فينا نستغني عنه. طيب عندي أنا الراديوس اللي له 15 بعمل أوفسيت على 15 أوفسيت ديستانس 15 وباخد الخط 15 يمين 15 شمال. جزء تقريبا أكثر من نص السيل ترو أو أكثر من نص الهول هو فعليا هيكون مخبى تحت الأنترا، وجزء لما طلع عليها من فوق مش كله حشوفه. هلا حنوصلها بس نوصل للتوب. فعليا هيدا الخط فيه أرجع أنا لطبقة الفرونت فيو أرسم هيدا الخط من هون إلى هيدا المكان، خط تاني بنفس المكان من هون إلى هون، وخطوط الأكسات بلغيهم ديليت. الخط التاني أكسات هول الخطوط فعليا إذا أنا عم بطلع من جهة الأمام يعني من الفرونت فيو فعليا ما عم شوفها للهول للثقب، وفاحطهم داشت بهالحالة حيكونوا عندي داشت. هيك بكون خلصت أنا الفرونت فيو، خلصت الفرونت فيو مع الخطوط المخباية داخل الفرونت فيو. إذا هيدا هو هيدا، عندي هيدا هو هيدا، عندي الثقب موجود هون جزء منه مبين إذا طلعت عليه من فوق، جزء لا إذا طلعت عليه من فوق. طبعا بطبيعة الحال بما أنه عندي أنا هون أنترا حيكون في عندي أكسات. وين موجود الأكس؟ موجود الأكس على ارتفاع 50. إذا أنا عندي من هون لهون 50 الباقي لفوق اللي عند الأكس 50، فأنا فيي أعمل بكل بساطة أوفسيت على 100 من هيدا أو أوفسيت على 50 من هيدا. بيجي بعمل أوفسيت على 50 Enter Select Object to Offset، هيدا 50 هيدا حننقله حنمده شوي لبرا حنحتاجه هلأ بالسايد فيو، بس هيدا حنحطه بطبقة الأكسات، وبطبقة الأكسات حنرجعه إلى وضعه الأساسي باي لاير، وهوني باي لاير لحتى يرجع سنتر. هيك بنكون خلصنا هون بهيدا المكان. طيب خلصنا نحن مين الفرونت فيو، هلا حننتقل للسايد فيو. السايد فيو حنرسمه بهيدا المكان لأنه أنا إذا عم بطلع عليها من جهة اليمين عم بطلع عليها من جهة الشمال حرسمها على اليمين هيدا المكان. مبدئيا ارتفاع الفرونت فيو هو نفس ارتفاع السايد فيو، يعني المسافه من هون لفوق اذا طلعت عليها من الامام هي ذاتها نفس المسافه او نفس الارتفاع اذا طلعت عليها من الجنب. فاذا نحن في اجي على طبقه كونستراكشن اخذ خط من هون لحتى القط الارتفاع، اذا الارتفاع حيبلش من النقطه هاي الى النقطه فوق. هرسم انا بلش ارسم هرسم من جهه الشمال حرسمها على اليمين. إذا سايد فيو مبدئيا إذا أنا عم اطلع عليها من جهة الشمال حيطلع عندي أول شيء بلش فيها خطوة خطوة، عندي من هاي النقطة 25 لاين. إذا أول شيء بوقف بطبقة سايد فيو بطلع من هون لفوق 25 برجع بطلع 25 تانيين، أو بمعنى آخر لحتى نسهل الأمور علينا هيدا الخط حنشيله شوي لهون لتحت حتى نشوف شو عم نشتغل. نحن عرفنا ارتفاع حيوصل الى هيدا النقطة. اذا انا اخذت projection من هون هاي النقطة الاولى هون، النقطة الثانية حتكون هون، وهوني حيوصل للاخير. طيب حنرسمهم عندي. اذا انا بهالمكان حفوت الى طبقة side view هاخذ line من هون واطلع فيه perpendicular لهون، فعليا انا طلعت 25 يعني المسافة من هون لهون 25 طلعتها من خلال البروجكشن، يعني هيدي هي ال 25. طيب هيدا الخط فينا نستغني عنه، حارجع اطلع 25 تانيين اللي بيمثلوا هيدا الانحدار اللي هي هلا بصير عندي 50 طالع فعليا line من هيدا المكان لفوق 50 صرت طالع 50، بيبقى عندي لفوق للأخير 100. إذا أنا طلعت إذا عم بطلع من هيدا المكان طلع معي هيدا طلع معي هيدا لفوق للأخير. أوكي عندنا آرك هون، إذا هون بده يوصل لهون. هلا بعدين بتحول لشكل نص دائرة. طيب إذا عم طلع عليها من الجانب، طيب هيدي رسمناها. هيدا الخط قدي عرضه عندي هوني 60 من 100 بيبقى 40 يعني 20 يمين 20 يسار. فإذا أنا بعمل أوفسيت على 20
اوفسيت بكتب 20، هيدا الخط 20 وهيدا الخط 20. فعليا حيصير بهالشكل، هيدا فيه يلغيه، هسكرها من هون، هسكرها من فوق. بين معي هون. طبعا انا عندي قد ايه للاخير 100، في اعمل اوفسيت ل 100 كمان، هيدا نجيبه 100 لهون، او كان فينا نعمل ميرور او خلص 100. اوكي 100 حيكون عندي كمان لجوا 20، اوفسيت 20 هيدا 20، هسكرها من هون. ممكن هون الموجودين بالاعلى اعمل لهم كوبي، ركبهم فوقها لانه نفس الشيء متناظره. بعمل كوبي كوبي، بعلم هون 3 فعليا مع هيدا مع هيدا، انتر. منين بدي امسكهم؟ بمسكهم من هيل بوينت، بركبهم على هيل بوينت. صرت واصل لحد هون. بطبيعه الحال هرجع هيدا للخلف. عندي هون بهالمكان اكيد في لاين عم بتطلع، هيدا لاين موجود هون، وفي لاين تاني من هون بيكمل، وفي لاين بيكمل للاخير. اذا عم بتطلع من الجانب شوفوا لاين مستمر للاخير. كمان بنفس الحاله مع الاعلى، هيدا اللاين بدي مثله، مثلني. بينما هيدا اللاين الصغير هون اللي علمته فعليا هو هيدا اللاين. اللاين الثاني هو هيدا، اللاين الثالث اللي هو هيدا بيكون هيدا. طيب وصلنا لهون. عندي لفوق، برجع بطلع لفوق، عندي 50 عندي. نجي للرسمة الأساسية، عندي من الكعب لفوق لهون للمستوى السنتر هو 50 100، يعني بقالي 50 لفوق. فلاين بطلب لاين بطلع 50. اوكي هيدا الخط الاكس هيكمل معي بهالاتجاه، بطلع بعمله ظهر من القطعة، وبنفس الوقت في عندي اكس طلوع، هيدا بنقله الى طبقة السنتر طبقة الاكسات. وبهيدا المكان حينرسم عندي الارك الكبير بالاول، وبنضمنه في ارك اصغر حجما. لنرجي للارك الكبير، نجي بنطلب سيركل، نحن هلا بالسايد فيو، سنتر اند راديوس، بنقله هون، والراديوس بهالحاله حيكون عندي 50، او بجيبها وبلقط هون هو لوحده حياخد 50. هيدا اول سيركل، السيركل الاعرض. بعمل تريم، بقص الجزء من القطعه، برجع بعمل تريم مره ثانيه، بطلب سيركل مره ثانيه، سنتر اند دياميتر، سنتر اند دياميتر او سنتر اند راديوس. هلا عندي انا سنتر اند راديوس بهالحاله حيكون عندي، حنقص منه 15، يعني 50 ناقص 15 35. سيركل سنتر اند راديوس حيكون عندي 35 بهالشكل. في حل ثاني انه اعمل اوفسيت كمان، حنجرب الاختيار الاخر اللي هي نعمل اوفسيت على 15 اوفسيت. فينا نعمل اوفسيت للسيركلات كمان، اوفسيت على 15 هيدا هو، وهيدا اللاين كمان حيكون عندي منه اوفسيت، وهيدا اللاين حيكون عندي بعمل بالاوفسيت. صار عندي الشكل بهالشكل. طيب هلا عندنا، بعد عندنا الترو، الفتحه. الفتحه هي موجوده اذا طلعت عليها من الجانب، حتكون موجوده بالنص، بنص القطعه فعليا على بعد 50 من الحفه. فاذا هيدا الخط موجود على بعد 50. اوكي شو بعمل؟ بكل بساطه سهله جدا، كملوا لتحت نفس المستوى. في اعمل كوبي للسيركل الموجود هون وركبه هي الذاته، لانه هو ذاته السيركل هون، والسيركل ما له طول وعرض، له دايمتر. فبعمل كوبي للسيركل وبمسكه بركبه هون بهالمكان. اذا بعمل كوبي للسيركل او للخطين اللي بيمثلوا السيركل، انتر، ناخذهم نمسكهم من هاي البوينت، بنركبهم وين؟ على هاي البوينت اللي هون تحت بهالشكل. هون خلصنا. اذا انا اذا عم بطلع عليه للترو الموجوده هون الفتحه، فعليا ما بشوفها، برسمها هيدن لاين. اوكي هيدا خلص، هيدا هي الحفه، هيدي هي، هيدي هي. رسمنا. هلا اذا هيدا فينا نستغني عنه كمان، ديليت.
هنرسم نطلع top view. top view إذا هي طولها 175 وعرضها 100 تحصيل حاصل نفس الطول من هون لهون 175، كمان من إذا عم بطلع عليها من فوق هتكون 175. إذا بأخذ لاين، أول شيء بروح على طبقة التوب فيو، بأخذ لاين، بروح إلى طبقة التوب فيو، بأخذ لاين، جيبه 175، أو بأخذ بروجكشن من هون بيطلع معي ال 175، أو بأخذ من هون بروجكشن طلع معي لحد هون. إذا هيدا اللاين غطى عليه، منرجع شوي لورا ليبين، هيدا هو الخط اللي رسمناه ال 175، هيدا هو. بس نحن ما بدنا نحطه بالكونستراكشن، بدنا نحطه بطبقة توب فيو. نحن هلا بالتوب فيو. طيب هيدا الخط فينا ننهيه هون او يبلش من هون. طيب قد ايه هي عرضها؟ هي عرضها حتكون 100. في بطريقة ال 45 درجة طلع عرضها، وفي يعمل لها اوفسيت على 100. طريقة ال 45 درجة باخذ لاين، بروح على طبقة الكونستراكشن باظبط، باخذ لاين بهيدا المكان محل التقاطع، بكتب شيفت ات، بعطيه طول مثلا 150 شو ما كان، بالزاوية ناقص 45 درجة. اوكي بعد بدي اكتر، بحاجة لاكتر، كنترول زد بعيدها، باخذ لاين على التقاطع هون، شيفت ات، بعطيه طول مثلا 300 بالزاوية ناقص 45 درجة. صار عندي اياه بهالشكل. إذا أنا بقدر طلع عرض الفرونت، عرض التوب فيو، يا من خلال أوفسيت على 100 يطلع معي من هون، أو من خلال البروجكشن من هون. خلينا نجربها من هون، ناخد من هون، نرجع محل ما وصل، نفوت فيه لجوا. إذا برجع أنا لطبقة توب فيو، باخد لاين، بجيبه من هون لهون. هيدا المستطيل فعليا حيتسقط في التوب فيو. إذن هيدا هون زاد. إذن لنتأكد أكتر، نجي على الدايمنشن لينير، القياس عندي من هون لهون 175، ودايمنشن لينير عندي هون 100. فإذن بهالشكل عندي هون صاروا موجودين. طيب إذن بهيدا المكان حأرسم أنا الفرونت التوب فيو. طيب إذا عم بطلع عليها من فوق، أنا فعليا أنا أول شيء بلش فيها، لنبلش فيها من هالجهة، في عندي هون شكل الأنترة، بياخد لاين، بياخد بروجكشن منه من هون، من هيدا هون، وبننزل فيه لوين؟ لهالمستوى. هلأ عندي هون فعليا بصير عندي الخط بهالشكل، قلبناه لتحت بهالشكل. هيدا هون هو فعليا هيدا الجزء اللي من هون. طيب هيدا الخط فينا نرجعه لورا، وفينا نرسم هون. نحن هلا بالتوب فيو، تمام، نرسم هون لاين بهالشكل لهون. اذا هون حتى نحسن المشهد شوي نعمل تريم. طيب هودي خلصنا منه، فينا نلغيهم حتى تصير واضحه وسهله مفهوم. اوكي هيدي عملناها. طيب انا بدي، بما انه هن اثنين ارك او اثنين سيركل بقلب بعض، او اثنين ارك بقلب بعض، في عندي هون حيكون في عندي طلع هادي، في ياخذ بروجكشن من هون عن طريق ال 45 درجة. اوكي لاين تاني من هيدا المكان وجيبه لهيدا المكان، عملهم تريم، سكر هيدا من هون، سكر هيدا من هون. إذا هودي بينتهوا هون بهالمكان فعليا. إذا لاحظوا إنه بطريقة ال 45 درجة مش عم نفوت بموضوع الحسابات والقياسات، تحصيل حاصل إذا كان الحسابات صحيحة تحصيل حاصل بيكون تحت صحيحة. خلصنا من هون، في عندي هالجزء اللي هو هيدا هون المحل ما مفروز بهالشكل، في عن طريق البروجكشن كمان طلعوا. إذا هودي في يلغيهم اللي أخذنا منهم البروجكشن، فينا نلغيهم. طبعا هو اذا عم تطلع من فوق هودي حيكونوا مخبيين، خليهم انا بطبقة التوب فيو، بس بعطيهم لون اصفر وبعطيهم داشت. اذا انا عم تطلع من فوق ما شايفها هيدي الحفة الداخلية، فاذا بعملهم داشت. حنرسم بعد عنا
هياخد البروجكشن من هيدي الحال الفرزي اللي هون جيبه بيربنديكولار لهون. فاذا هيدا كمان برجع بنهي هون. اوكي هيدي قد ايه عرضها؟ هيدي عرضها هون 60 ناقص 140 يعني 20 يمين 20 يسار. في ياخذها من هون عن طريق الاسقاطات، في ياخذها عن طريق الاسقاطات او برسمها عن طريق الاوفسيت. اذا هيدا بناخذها بهالشكل من هون لهون، نرجع وين من فوت فيه لجوا، هيدا بصير هون بهالمكان والتاني مثله بهالمكان. شو بعمل هلا؟ هيدا الخط فعليا هو بعد في عندي خط ثالث يجي بعد في هيدا الخط جيبه لهون. خلينا نشوف شو راح يطلع معنا. هيدا الخط ببلش من هيدي النقطة وهيدا الخط بده يبلش من هاي النقطة. اوكي عندنا تنظيف، هيدا الخط فينا نجره لهالمكان ننهي او نبلش بهالمكان. طيب نجي للترم. ترم هيدا الخط ما في شيء هون فاضي، هون كمان فاضي، هون من فوق هون بشوفه هون ما في شيء، هون ما في شيء. اذا عم طلع عليها من فوق بينت بهالشكل التالي. اذا هيدا الخط حطت مثلناه هيدا مثلناه. عندنا من فوق عم نطلع من فوق، بعد عندنا الفتحه. طب اذا هودي فينا نلغيهم، استعنا فيهم فينا نتخلص منهم. في انا هيدا الاكس كمان مده نزول، في يفوت فيه لجوا للاكس لجوا لمكان معين، حطه بطبقة الاكسات. اوكي وين حيكون هيدا السنتر تاع الاكس؟ حياخد نقطة من هون، حال ما بيلتقوا الخطين حيكون عندي السنتر تاع الاكس. فإذا السنتر للاكس حيكون بهالمكان. قد ايه الراديوس لإله؟ الراديوس لإله 15. اوكي فإذا بيجي لهالمكان، بطلب انا بالتوب فيو واقف سيركل سنتر اند راديوس، عندي هون بهالمكان عندي 15 حيكون عندي بهالشكل. هلا في جزء منه عم بطلع انا من فوق، الجزء بهي المنطقه ما رح شوفه حيكون مخبى. هعمل له انا حضطر اقطع الاكس الى جزء، الاكس الى جزئين. كيف بدي جزئه؟ بعمل تريم. طيب هقص الاكس الى جزء، الاكس الى جزئين. هيدا الجزء اللي هو مبين حلغيه هلا مؤقتا، هيدا الجزء بحطه بالتوب فيو، بحطه بالتوب فيو بعطيه لون اصفر بحطه داشت، يعني بعتبره مخبى. بينما الجزء الثاني هرجع ارسم اكس من جديد، سيركل سنتر اند راديوس، هاخده من هون وقول له هوني 15 كمان نفس الشيء. هلا هرجع اعمل نفس العمليه، هيدا الجزء اللي حيكون مبين هعمل تريم، هنحط القياسات عليها، هنفوت على طبقة الكونستراكشن نوت فيها نهائيا، نوقف بطبقة الدايمنشن. فإذا أنا عندي المشهد للفرونت فيو، سايد فيو، توب فيو. هلا بيجي لهون أنا بدي أحط القياسات عليها، بيجي لطبقة الدايمنشن، فوت دايمنشن، دايمنشن ستايل، موديفاي، فوت على الفت، بضرب القياس ب 40، هيدي حتى كبر القياس. طيب دايمنشن لينير، قلت له اعطيني القياس من هيدا المكان الى هيدا المكان، قال لي 175. طيب اذا عرضه بيجي طلع عرضه من تحت، دايمنشن لينير من هيدا المكان الى هيدا المكان طلع عندي 100. طيب هون كمان دايمنشن لينير الفرزي هون قد ايه طوله او عرضه؟ 60. طيب وصلنا لهون، هنمثل البقايا. عندي المسافة من هيدا المكان إلى هيدا المكان 45، دايماً شملينيير بنقول له أعطينا إياها من هيدا المكان إلى هيدا المكان 45. طيب عندنا السماكة هون، السماكة هون دايماً شملينيير من هون إلى هيدا المكان 15. عندنا بما انه قلنا له اياها هون 100، طبيعه الحال هون 100 ما في داعي لها، طبيعه الحال انه الراديوس الكبير حيكون
دايمتر للسيركل الكبير حيكون 100. ثاني كمان فينا نقول له على سبيل المثال دايمنشن راديوس مثلا هيدا 35، خلينا نحط له اياها وهيدا 50. اوكي، عندنا بعد عندنا الارتفاع من هون لهون دايمنشن لينير هي 25، عندنا السيركل اللي هون دايمنشن راديوس لهيدا او واحد منهم 15، عندنا المسافة دايمنشن لينير المسافة من هالنقطة الى هالنقطة 80، هي 25 ناقص 45 80. عندنا عرضة طلعناها هيدي، عندنا دايمنشن لينير عندنا من هيدا المكان الى هيدا المكان 50، تقريبا مثلنا كل شيء. عندنا ارتفاع القطعة من هيدا المكان دايمنشن لينير من تحت الى مستوى الاكس 100، فعليا مثلنا كل شيء. هيك بنكون خلصنا، حطينا القياس عليها. شكرا لكم، يعطيكم العافية.